أحسن الله إليكم. نأخذ الأخ صابر من المدينة. أخي صابر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله لو سمحت الله يحفظك ويعافيك، ودي نسأل عن حكم أخذ يعني جعلة أو شيء عن تأويل الفتوى. يعني الواحد الله سبحانه وتعالى رؤى واحد، يعني الله سبحانه وتعالى أفض عليه بأنه هو عنده تأويل للرؤى، فوده يسأل. وبعض الناس تشترط يعني يقول له لازم تأخذ هدية على تأويل هذا، فودي نعرف حكم أخذ هالهدية على التأويل. الله يحفظك ويعافيك. احتراف الرؤيا لجمع المال هذا لا ينبغي، ولكن إذا كان عنده فراسة في هذا الأمر فيقضي حوائج إخوانه بدون أنه يأخذ منهم شيء، وإذا ألح عليه وأخذ الشيء اليسير فلا مانع من ذلك، ولكن لا يجعل هذا حرفة ويتطلع إليه كما يفعل بعض الناس. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لا ينبغي للناس أنهم يهتمون بالرؤى دائما، وكل ما أصبح الإنسان محمل بالرؤى ويبي تأويلها لا يهتم بها أبدا. الرؤيا التي يكرهها يكتمها ولا يفسرها ويتعوذ بالله من شرها ولا تضره بإذن الله. والرؤيا السارة لا مانع أنه يفسرها ويبشر بها إخوانه، ولكن كما ذكرنا لا يتخذ هذا حرفة وتكسب، أو يكون هم الإنسان الرؤى وماذا رأى، لأن هذا يدخل عليه وساوس الشيطان، لأن أغلب ما يرى في المنام أكثره حديث نفس أو أضاث أحلام من الشيطان.